فيما تتجه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، المحطة الخارجية الأولى لزيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر أن يصلها السبت المقبل. بدأت تتبلور عناوين لقاءات وقمم الرياض الثلاث، والتي تتمحور حول وضع آلية لمواجهة كل من تنظيم داعش والنفوذ الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى السعي للتوصل لسلام شامل في المنطقة، وذلك وفق مصادر أمريكية وضعت جريدة الراي في أجواء المحادثات التي أجراها ترامب مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. المصادر التابعة لزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى واشنطن قالت للراي أن الحوار بين الزعيمين تركز على إرساء السلام الشامل في المنطقة والسعي للتوصل إلى اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل تمنح الفلسطينيين حقوقهم. كذلك تعهد ترامب وفقا لتلك المصادر بالعمل على وضع حد لنشاطات إيران الإرهابية في المنطقة، بالإضافة إلى إقرار عقوبات على الإيرانيين وحلفائهم المتورطين في الإرهاب وبعض المسؤولين في الحكومتين العراقية واللبنانية. كما تسعى واشنطن لإدراج جماعات إسلامية متطرفة على لائحتها للتنظيمات الإرهابية بعد التوصل لرؤية موحدة مع حلفائها.